بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب اللاب توداي ذا ميديكال انسكتا. احنا اخذنا بالكورس الاول بروتوزو، اخذنا بالكورس الثاني الهلمنثس، قلنا الهلمنثس انكلودنج تيمديكليوم كلاسز اللي هي السيستود والتريماتود والنيماتود. طبعا احنا كل هالبروتوزو سواء كانت او هلمنثس احنا هي انترنال باراسايت، اللاب توداي هو الاكسترنال باراسايت، الميديكال important insecta or الانسكتر. راح ناخذ طبعا four type اللي هي اللايس والسكابيز والساند فلاي والموسكوتو. اللاب توداي راح ناخذ اللي هي السكابيز واللايس، والنيكست لكتشر اور نيكست لاب راح ناخذ الساند فلاي والموسكوتو. طبعا احنا عندنا بقت هاي المحاضره هسه عداها بقت محاضره واحده ان شاء الله ونكمل كل المادة. فاللاب توداي ذا ميديكال انسكتا انكلودينج فور تايب اللي هي ذكرت لكم اياها، اللايس والساركوبتس كابي اللي هو سكابيز والموسكوتو ساند فلاي. احنا اليوم راح ناخذ اللايس والساركوبتس كابي والموسكوتو ساند فلاي بالنكست لكتشر، والحد يعني الحد المحاضرة تجي تكون نهينا المادة وغطينا المنهج. اللايس are parasitic insects that can be found on people's head and body, the pubic area and on clothes. A human lice survive by feeding on human blood. Lice found on each area of the body are different from each other. The three types of lice that live on humans are. طبعا اللايس احنا عندنا three types of lice اللي هو body lice or clothes lice will head louse will carp or pubic lice واللي راح ناخذها بالنكست سلايد. Particulars human cavities اللي هو head louse، والparticulars human corporis اللي هو clothes lice or body louse، والparticulars pubis اللي هو carp louse or pubic louse. Only the body louse is now to spread disease. Lice infestation pulaces and pityriasis are spread most commonly by close person to person contact. Lice including three type اللي هو head louse والbody louse or clothes louse والcrop louse or pubic louse. For example in this group راح ناخذ على اللايس اللي هو head louse فقط راح ناخذه، ونتكلم بالتفاصيل راح نتكلم على الستيج الاكس والنيف والادلت بالتفصيل. فاللايس انكلودينج 3 تايب اللي هو بيديكولز هيومن كابيتيز بيديكولز هيومن كوربريز والبيثيريس بيوبس، ودائما نقول عليه كراب لاوس لانه يشبه الكراب. اولي ذا بودي لاوس ات ناو تو سبريد ديزيز. المورفولوجي لاوس هاز 3 ستيج اللي هي الايجز والنيمف والادلت. اللايف سايكل انه تكون هي عباره عن الايجز والنيمف والادلت. الهيد لايس الايجز فور اكزامبل مورفولوجي نيتس ار هيد لايس ايجز، they are hard to see and often confused to done puff of higher spray droplets. Nets are laid laid by the adult female and are cemented at the base of the higher shaft nearest the skull. They are 0.5 millimeter by 0.3 millimeter ovale and usually yellow to white. Nests take about 1 week to hatch, range 6 to 9 days. Nests are head lice. They are hard to see and often confused. Usually or always confused باللايس or head louse. تكون done trough of higher spray droplets. Usually laid by the adult female إنه هي laid and cemented in the base of the higher. واللي هسه راح نشوفها بالنكست سلايد. بالنكست سلايد وعندنا سلايد واضح كلش عليها، ودا نشوف شلون الايجز بالمثبتة بالسمنتد. Imposed higher
shaft nearest to the skull انه موجوده على الشعره ومثبته. عندنا راح نشوف النكست سلايد وراح تكون عندنا سلايد واضح كلش واضح على الاكس بالهيد لايس. هذا السلايد اللي قلت لكم عليه بدنا نشوف الاكس شلون موجوده على الشعره مثبته بالسمنت. طبعا دائما احنا راح نشوف او راح تشوفون من تجي مثل هذه الكيسات راح تشوف شلون موجود الاكس. ممكن نشوف الاكس او ممكن بس راح نشوف الادلت، ممكن نشوف النمف في مراحل المتقدمه بالستيجات، لان راح تكون عندنا 3 ستيج 1 ستيج 2 ستيج و 3 ستيج بالنمف حتى تتحول للادلت، لان احنا عندنا اكس نمف ادلت. الاكس ميبي همين ممكن نشوفها شلون مثبته، ودائما يعني ينصحون انه مي حار او دافي لغسل الشعر حتى، واستخدام مشط يعني الاسنان مالته دقيقه حتى من نشيل الشعر او نحاول نمشط الشعر نقدر نتخلص من الاكس والنيمف والادلت. طبعا الصوره اللي هي موجوده على الاعلى يسار اللي هي والجواها الاعلى يسار عندنا سلايد بالضبط بالتمام يشبه هاي الصوره. النيمف the eggs hatched to the rhiz at nymph. Then its shell then become a more visible dull yellow and remain attached to the higher shift. The nymph look like an adult head louse, but is about the size of pinhead. Nymph mature after 3 molts. اللي هي ذكرت لكم إياها المولتس ال 1 stage وال 2 stage وال 3 stage and become about and become adult about 7 days after hatch. ان في عمليه التحول ريليز من الاكس تتحول الى الفيرست ستيج نيمف والسكند ستيج نيمف والثيرد ستيج نيمف and become adult. ده نشوف الاعلى يسار اللايس لايف سايكل، ده نشوف النيمف من اليسار الى اليمين هي عملية التحول وعملية المشور تتحول المشور اللي هي تتحول من عملية الخروج نسميها نيمف 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج تتحول الى الادلت ميل اند فيميل. وموجودة بالصور اللي تحت موجودة الهيد لايس اكس وموجودة النيمف اون ذا هاير وموجودة الادلت فيميل لاوس. يوجوالي باللايس female longer than male. The adult louse is about the size of the sesame seed, has 6 legs each with a claw and its tail grayish white. دائما انه الادلت تكون 6 legs انه اهم صفه فيها 6 legs each with a claw like سيسم سيد. In person with dark hair the adult louse will appear darker. يعني طبعا احنا نقول عليها ان اللون بس ممكن maybe تكون هي على البيرسون with darker hair ممكن تكون darker. Female مثل ما ذكرت لكم بالسلايد السابق ال female are usually longer than male and can lie up to 8 nits per day. الادلت لايس كان ليف اب تو 30 دايز اون بيرسون هيد، ممكن تكون 30 يوم على البيرسون هيد. تو لايف ادلت لايس نيد تو فيد اون بلاس سيرفل تايم ديلي وذ اوت بلود ميل ذا لاوس ويل داي وذين 1 اور 2 دايز اوف ذا هاوس. طبعا احنا هو ممكن مده البقاء شهر كامل تقريبا على الهيد هو البيرسون هيد. الغذاء يتغذى على البلود هيومن الفيدنج بالنسبه لللايس. طبعا هي تكون سبب من الترانسميشن ديزيز فروم لايس تو هيومن. ممكن تكون سبب لنا سايكوباثولوجي، ممكن سبب لنا اتشينج، ممكن يعني الحالات النفسيه وحالات المرضيه اخرى ممكن ترانسميشن ديزيز اللي هسه احنا راح ناخذها
التيفس وغيره والريليبسنج والفيبر وكذا. فالباثوجينيسيس دائما راح نعتمد او دائما تعتمد على الادلت ميل اور فيميل اون ذا بيرسون هيد. واحنا دائما احنا اخذنا على اللايس اخذنا احنا قلنا البودي اور كلاذس لاوس والهيد لاوس والبيوبك اور كاربر كراب لاوس. احنا اخذنا فور اكزامبل على اللايس هو الهيد لايس وقلنا عليه انه هو like system set has six legs each with claws. انه هاي اهم صفه فيها. ممكن على البيرسون والداركر هاي ممكن تكون داركر. الفيميل يوجوالي لونجر ذان ميل. مده البقاء تقريبا 1 month on person head. الفيدنج ان ذس باراسايت اون بلود هيومن وممكن يسبب له كثير من الديزيز اللي هي ممكن ضمنها تكون يعني ممكن الترانسميشن ديزيز ممكن التشينج ممكن يعني كثير من الامراض اللي هسه راح ناخذ قسم من عندها. هاي الاكس اند ادلت هيد لاوس اللايس كريتيكال امبورتنت اللي هي الليت تو بيلدينج اس تي دي بالبيوبيك لاوس وبالكارب لاوس. الاس تي دي سيكشوال ديزيز ترانسميشن. البودي لاوس از فيكتور. البودي لاوس احنا من البدايه قلنا عليه انه اتناو ترانسميشن ديزيز اللي هو بودي لاوس از فيكتور فروم ايبيديميك تيفس تايفس وير ليبسينج فيفا والترانش فيفر. الهيد اند بيوبك لاوس نوت فيكتور بات البودي لاوس از فيكتور الايبيديميك تيفيز وير ليبسينج فيفر والترانش فيفر. ممكن بالبيوبك ديزيز يسوينا سيكشوال ديزيز ترانسميشن والليد تو بيلدينج. هاي الصورة طبعا تبين انه الموجود اللايس اور اللاوس موجود على البودي اور ان سكين بالنسبة للبودي لاوس موجود على الهاير بالنسبة للهيد لاوس. اللايف سايكل اللايف سايكل ان لايس اور ان لاوس ديفرنت اور دايركت بتوين بيرسون تو بيرسون اور راح تبدا عندنا من الايج وعندنا من 1 ستيج نيمف و 2 ستيج نيمف و 3 اور ثيرد ستيج نيمف. راح تتحول ان الادلت ميل اند فيميل يوجوالي الفيميل لونجر ذان ميل. فهي direct between person to person. الـ infective stage هي دائما تكون عندنا الـ adult سواء كان male or female. الـ diagnostic stage usually تكون عندنا الـ nymph or adult اللي يعتمد عليه أكثر وميبي تكون عندنا الـ eggs. فـ 3 stage اللي هي الـ nymph والـ adult والـ eggs هي تكون عندنا الـ diagnostic stage. احنا نعتمد على الـ adult and nymph بالـ diagnostic stage أكثر من الـ eggs بس ما يمنع أن نقول الـ eggs هي diagnostic stage. البودي لايس والبيوبك لايس. الاسكابيز الاسكابيز اللي هو الجنس الاخر اللي احنا قلنا الانسكت او الميديكال انسكت اخذنا عليها اللايس واخذنا الاسكابيز وقلنا الساند فلاي والموسكيتو بالنيكست ليكتشر اللي هي اخر محاضره. فالاسكابيز اكيور وورد وود اند افكتد بيبل اوف اول ديزيز اند سوشيال كلاسز. The microscopic scabies metapods and into the upper layer in the upper layer or upper skin of the skin upper layer of the skin where it lives and lay its eggs. The most common symptoms of scabies are in intense itching and pimple-like skin rash. The scabies usually is spread by direct plunged skin to skin contact with a person who has scabies. The most common symptoms of scabies intense itching and pimple like skin rash. The scabies usually is spread by direct plunged skin to skin contact. الاسكابيز انه هو الجنس اللي يسبب الاسكابيز اللي هو السركوبتس سكابيز سكابي سركوبتس سكابي
السكابيز انه موجود الجنس اللي يسبب الاصابه السكابيز انه نقول عليه الساركوبتس سكابي. المورفولوجي بالنسبه للباراسايت اور ساركوبتس سكابي باراسايت اللي هو تو سبريتد سيكشوال ميل انت فيميل سبريتد سيكشوال سبريتد سيكس اللي هو ميل انت فيميل اوفالي ان شيب هاز موث بارت جراي اند او تو يلو كلر هاف دورسال بيستل. بنقول عليه انه المورفولوجي بال ساركوبتس سكابي باراسايت تو سبريتد سيكشوال او تو سبريتد سيكس اوفالي ان شيب هاز موث بارت جراي يلو كلر هاف دورسال بستلز. Sarcoptes scabi characteristics this parasite or morphology this parasite four pair of legs two anterior pair and two posterior pair four pair of legs two posterior and two anterior larva stage and nymph larva stage اللي هي النيمف has same morphology of adult except it has one posterior pair of legs. In cases of nymph developed to male, only one stage will occur, but nymph developed to female, two stage will occur. باختصار, Sarcoptes scabi characteristics or morphology, four pair of legs, two anterior and two posterior. Lymph, larva stage, the nymph, has same morphology adult, except has one posterior pair of legs. Occur in nymph develop to male, only one stage will occur, but in nymph develop to female, one stage will occur. يعني انه في حالة ال one molts or one stage احنا نقول عليه male. في حالة ال two stage or two molts نقول عليها female, اللي راح ناخذها باللايف سايكل وبالمخطط اللي انا بخليكم اياه بالنكست سلايد. الهبيتات هي لايف انستيتيم كورينيوم نقول عليها الطبقة المتقرنة موجودة في دي كونكرنيتين سيل على تتغذى على الخلايا الكيراتينية الميك تينلس ان سكين. اللايف سايكل ستارتنج ادلت باراسايت ميك تينلس ان ذا ابيديرمس اند ان ذا ديث سيلز ميتينج اوف ادلت ميل اند فيميل give 50 eggs daily eggs develop to larva nymph adult repeat the cycle هي ال eggs develop to larva nymph اللي هي larva نفسي تنف والadult يعني eggs nymph adult ال female adult eggs nymph 1 stage nymph 2 stage تحتاج stageين ذكرتكم بالسلايد السابق and adult ال male adult eggs nymph 1 and adult في الهبيتس live in stream corium فيدي جون كيراتين سيلز ويل ميك تيلس ان سكين ستارتنج اند باراسايت ميك تيلس ان ذا ابيديرمس اند ايف ذا ديد سيلز ميتينج ادلت ميل اند فيميل جيف 50 ايجز ديلي ايجز ديفلوب الايجز نيمف ادلت سبريت سيركل ريبيت السايكل ذا سايكل فيميل ادلت نيد تو نيمف وان نيمف اند ستيج اند تو نيمف ستيج وتنطين الادلت الميل تحتاج وان نيمف male adult eggs 1 ففي حالة تكون انه 2 stage بالنف نقول عليها female في حالة stage واحدة بالنف نقول عليها male. life cycle the adult female deposited eggs as they pro the eggs راح تكون عندنا start to release the larva مثل ما ذكرنا في حالة انه 1 نف نقول عليها male و 2 stage نقول عليها female لو تستمر اللايف سايكل فهي eggs nymph 1 stage male nymph 2 stage female meeting between male and female female lay to the eggs ال eggs nymph وهكذا تستمر اللايف سايكل. الدياجنوستيك ستيج والانفكتيف ستيج راحت عندنا الدياجنوستيك ستيج انه نقول عليها ال adult and nymph ممكن يكون ال eggs. الانفكتيف ستيج تكون عندنا الادلت ميبي ان الترانسميشن اكور برايمري دورينج بيرسون تو بيرسون كلوثس تو كلوثس سكين تو سكين كونتاكت دائما يكون بالمناطق اللي مكتظه بالسكان مناطق اللي المزدحمه
السجون المكتظة، المدارس المكتظة، يكون عندنا يحدث ال اسكابيز، سكين تو سكين، بيرسون تو بيرسون، كلوذس تو كلوذس كونتاكت. سركبت سكابي، طبعا هذا الادلت عندنا سلايد يعني تقريبا واضح موجود نفس هاي الاشكال، فموجود على السركوبتس سكابي جينوس اللي هو مسبب للسكابيز، موجود عندنا هذا نفس هذا الشكل وسلايد عليه، يعني مو بوضاحة هاي الصورة بس سلايد موجود كلش نعتمد عليه بالتشخيص انه واضح. هذا نشوف التنلس او دا نشوف الانفاق under the skin or under the epidermis، ودا نشوف عملية اللاي اكس. الدياجنوستيك كلينيكالي فيري امبورتنت، سكاربنج تيست اللي هو انفيسيف سكاربنج اوف ذا سكين يونت بيلدينج، انك تيست ايزي نون انفيسيف، لابراتوري تيست فيري رير انفيسيف، طب بت يوجوالي ديبينتد ان كلينيكال دياجنوستيك، يوجوالي احنا نعتمد على او الويز احنا نعتمد على الكلينيكال دايجنوسيس لانه ما يحتاج انه نفوت بعمليه الفحوصات المعقده، عاده احنا عيانيا نقدر نسوي دايجنوسيس لهذا الديزيز.